يا شباب، يا رب تكونوا بخير. احنا النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم، وهو الترانس فات اللي عدد كبير بيعتبرها السموم الخفية اللي بتكون موجودة في الأكل بتاعنا. من خلال الريبورت بتاعنا النهاردة هنتعرف يعني ايه ترانس فات، وهنتعرف يعني ايه الدهون عموما وأنواعها وأهميتها، وايه البيولوجيكال أكشن بتاع الترانس فات ومدى خطورتها علينا، وليه مش المفروض ناكلها، والنورمال رينج بتاعها وغيرها، وحاجات تانية كتير. بداية دي المصادر اللي احنا اشتغلنا منها كانت 3 بيبر زي ما واضح قدامكم. كلمة زيرو ترانس فات دي بنشوفها في عدد كبير من المنتجات اللي بنستعملها في حياتنا اليومية، الأنواع السمنة المختلفة وغيرها بتكون مكتوب عليها الجملة دي. معاكم دلوقتي هنكتشف حقيقة الجملة دي إذا كانت صح ولا لأ، ويعني إيه أصلا ترانس فات. الترانس فات عموما لازم نعرف يعني ايه الفات في الاول وانواعها. الفات هي عباره عن هيدروكربون كومباوند، السمبل ستراكشر ليها بيكون زي الترايجليسرايد. الترايجليسرايد ده بيتكون من هيد وتيل. التيل هو اللي بيكون عباره عن لونج تشين من الهيدروكربون، اللي هي هيدروجين كربون هيدروجين كربون. بناء على اللونج تيل اللي بيكون موجود في الترايجليسرايد ده، بيتم تقسيم الفات لنوعين رئيسيين، هما الساتوريتد فات والانساتوريتد فات. وممكن احنا نقسم الانساتوريتد فات للمونو انساتوريتد والبولي انساتوريتد والترانس فات. في السلايد دي هنتعرف على الاشكال الفات المختلفه اللي موجوده في حياتنا. عندنا في الجزئيه دي في الهارد فات او الساتوريتد فات، وهي بتكون في الصوره الهارد زي الباتر زي ما ظهر عندنا، واللي هي بتكون فاتي اسيد with سنجل بوند بتوين اول كاربون بير. عندنا في الناحيه الثانيه بيكون الانساتوريتد فاتي اسيد، واللي هي بتحتوي على الدبل بوند بتوين وان اور مور بير او كاربون اتوم. هنتكلم بقى على الترانس فات اللي هي محور الريبورت بتاعنا النهارده. اول حاجه الترانس فات دي بتكون عباره عن unsaturated fatty acid، بتحتوي على one or more من ال conjugated double bond، بتكون موجوده في الترانس configuration، اللي بتكون موجوده يا اما naturally او احنا بنعملها synthetic في المصانع. الناتشورالي بتكون موجودة في الجات بتاعت سام انيمالز اللي ممكن نحصل عليها من خلال الميلك او الميت بتاع الانيمالز دي. اما بقى السنسيتيك بنجيبها من خلال ان احنا بنعمل بارشيال هيدروجينيشن للفيجيتابل اويلز في المصانع. علشان الفات حاجة أساسية وموجودة في السيستم بتاع أكلنا اليومي، فلازم نعرف إيه أهميتها. بداية الفات بتكون essential عشان تعمل support للسيل جروث، من خلال ان هي بتدخل في تكوين السيل وول، اللي هو بيكون عندنا layer من الليبيد وفي السيل وول. تاني حاجة هي بتساعد الأورجنز الداخلية بتاعتنا من خلال ان هي بتعمل لها protection، وكمان بتحافظ على الورمنس بتاعت جسمنا، بالإضافة انها بتساعد البودي في ان هو يعمل absorption لimportant nutrition اللي هي بتكون مواد دايبة في الدهون من خلال الأكل اللي احنا بناكله في حياتنا اليومية. كمان بتساعد البودي بتاعنا في ان هي تعمل produced لimportant هرمون اللي هي علشان احنا قاعدين نتكلم من الصفر ونقول ان الترانس فات دي حاجة بويزن ومفروض ما تكونش موجودة في أكلنا، فلازم نعرف هي ليه حاجه بويزن وليه مش المفروض تكون موجوده في اكلنا من خلال البيولوجيكال اكشن بتاع الترانس فات. اول حاجه عندنا هي ان الترانس فات بتشتغل على الليفل بتاع الكوليسترول الموجود في جسمنا، ومن خلال شغلها بتعمل لورنج للجود كوليسترول اللي موجود في جسمنا، وبتزود نسبه الباد كوليسترول، وبالتالي بتاثر على القلب وبتؤدي ل increase risk of heart disease. كمان بيكون ليها دور في ان هي تعمل developing للتايب 2 اوف diabetic. وعندنا الدايجرام ده بيوضح الانواع المختلفه للفات الانساتوريتد والساتوريتد والترانس فات وتاثيرهم على الكوليسترول ليفل في جسمنا. عندنا الانساتوريتد فات بتشتغل على الجود كوليسترول وبترفعه وبتقلل الباد كوليسترول. عندنا الساتوريتد بتشتغل ايكوالي على النوعين من الكوليسترول، اما الترانس فات فهي بتشتغل على الباد كوليسترول وبتزود نسبته في الجسم، وده بيؤدي لاصابتنا بعدد كتير من الامراض.
علشان احنا دلوقتي عرفنا يعني ايه ترانس فات، وبتكون موجودة في ايه، وايه يعني ايه خطورتها على جسمنا، فدلوقتي لازم نعرف احنا ممكن نكون بنتناولها في ايه علشان نحد من ده او نبطل ناكله عشان نحمي نفسنا. هي بنتناولها في مأكولات كتيرة احنا بنحبها زي الفروزن بيتزا والكوكيز والدوناتس والفاست فود وغيرها من انواع الفود اللي هي بيحتاج فيها ان يحصل تسخين الفات او الزيوت عموما، لان عمليه البارشال هيدروجينيشن ممكن مش بس ان هي بتحصل في المصانع، لكن كمان مع عمليات التسخين في درجات الحراره العاليه ده ممكن يؤدي لبارشال هيدروجينيشن في الاستراكشر. وعلشان احنا ممكن نكون بنتناول ترانس فات بكميات كبيره في حياتنا، فلازم على الاقل نعرف النورمال رينج او النورمال فاليو اللي المفروض او مسموح بيها ان احنا ناكلها في الوجبات بتاعتنا. وزي ما موجود قدام حضراتكم ان المفروض ان النورمال رينج هي نص جرام للميل الواحده، او اللي هي ما يعادل حوالي 100 جرام، يعني المفروض نتناول نص جرام من الترانس فات لكل 100 جرام. وفي الجدول الموجود قدام حضراتكم دي مجموعه من القيم اللي يعني عدد من القيم في الترانس فات اللي موجوده في عدد من الاكلات او غيره اللي احنا بنتناولها بصوره شبه يوميه. ودلوقتي بقى دي الحاجة المهمة، ان احنا ازاي هنتعرف ان الاكل اللي احنا بناكله ده او الحاجة اللي احنا بنستخدمها دي موجود فيها ترانس فات او لا. ممكن زمان او قبل وجود المودرن تكنيك كانت حاجة صعبة، او محدش العالم ما كانش يعرف اصلا ان في حاجة اسمها ترانس فات، لكن حاليا وفي بدايات مع وجود تقنية الاي ار او الانفراد سبكتروسكوبي خلت من السهل جدا ان احنا نتعرف على حاجه زي الترانس فات اللي موجوده في الاكل بتاعنا عموما. بدايه ان الفايبريشن ابزوربشن اوف الفات شاوينج سي اتش بوند، السي اتش باند دي بتكون موجوده في من 2800 ل 3000 نمبر، تمام. والسي دبل بوند باند بتكون موجوده من 1600 ل 1800 كريتيكالي. ولما بيحصل اي انتر اكشن او انترا او انتر موليكولار انتر اكشن، الانتر او الانترا موليكولار انتر اكشن ده بينتج عنه ان بيحصل شيفت للبي. الشيفت ده بيسمح للاي ار ان هي تعمل ديستنجويش بسهوله او تميز بسهوله بين السيس والترانس فات. معروف كمان ان السي اتش الاوت بلان للترانس فات بتكون بتظهر عند الفاليو 966 سنتيمتر والسالب واحد، والفاليو دي بتكون كاركترستيك بس للايزوليتد ترانس فات. ومن هنا لما بنحط ستاندرد سيس فات مع اي ماده تانية مش عارفين ايه هي عايزين نكتشف فيها ترانس فات ولا لا، فبتكون البيك او الباند اللي بتظهر عند 966 سنتي اس سالب واحد دي بتكون حاجه كاركترستيك ودليل على وجود الترانس فات في الماتيريال اللي احنا بنتناولها، ومن خلالها بنعرف كميه او على حسب شكل البيك اللي بتظهر بنعرف كميه الترانس فات الموجوده في السم. دي الدايجرام بيوضح فكره او وجود الترانس فات. عندنا زي ما ظاهر هنا عند الألف اللي هي تقريبا في رينج ال 966 ظاهر عندنا البيك دي اللي هي بتمثل الترانس فات، بينما السيس فات بتكون موجودة في البيك فيما بعد ذلك، فبالتالي بيكون سهل جدا التمييز بينهم. ودي كمان another peak بس مع عدد مختلف من الكومبوننتس، وعلى حسب اللينس وفي البيك والشيب وفي البيك بيكون سهل ان احنا وبسام كالكوليشنز وغيره بيكون سهل ان احنا نحدد الفاليو بتاعت او الكونسنتريشن بتاع الترانس فات الموجود في العينه. نهاية مع حضراتكم الكونكلوجن بنقول ان الترانس فات دي من اهم التكنيكس اللي بتساعدنا ان احنا واسهل التكنيكس اللي بتساعدنا ان احنا نتعرف على الترانس فات اللي موجودة في الأكل اليومي بتاعنا، وإن من خلالها نقدر نعرف كمية الترانس فات اللي موجودة في أي فود ماتيريال ممكن ناكلها. وأتمنى لكم الصحة، ودي صورة بسيطة لبعض الجود فاتي اللي المفروض نتناولها بكثرة في حياتنا، ونحاول نقلل من الباد فات. وبكده نكون عرفنا إن no more hidden poison in our food. السلام عليكم.